امبارح كنا بنقول على الخبر اللي كان واصل لنا من وزارة النقل الروسية بأن هي هتبعت لجنة وتوفيدها بعد ما كان تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين فيما يخص عودة يعني السياحة الروسية وعودة الطيران الروسي إلى مصر. النهاردة وصل وفد من خبراء الأمن الروس ده برئاسة يعني ليهم رئيس معين، وكل ده عشان يقوموا بعملية التفتيش. هما جايين من موسكو في زيارة لمصر هتستغرق أسبوع، يعملوا تفتيش على الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين الركاب والبضائع والطائرات بمطار القاهرة وشرم الشيخ والغردقة الدولي. من المقرر أنه يعقد الوفد الأمني الروسي سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الأمن بقطاعات الطيران في مصر، وينتظر أن يتم البدء باستئناف حركة الطيران ما بين موسكو والقاهرة أولا قبل استئنافها مع مطارات المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر سواء كان شرم الشيخ أو الغردقة.